বাংলা মানবতার সমাধান الكريم والاحاديث النبويه الصحيحه لفهم الاسلام لفهم, الإسلام. لفهم, الإسلام. لفهم الإسلام. الاسلام ايها المسلمون والمسلمات الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه فالمراه لها دور كبير في بناء الاسره والمجتمع والمرأة نصف المجتمع لو تأملنا في التاريخ لوجدنا المرأة عالمة محدثة داعية ومعلمة وهي مربية الأجيال والأبطال منشية القادة والعلماء والملوك والدعاء فهيا نستمع بعد الكلمات حول موضوع مسؤولية المرأة وحقوقها في الإسلام من الأخت يسرى قريشي الطالبة في الصف الرابع الابتدائي يسرى قريشي ولدت في اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة 2004 وعمرها الآن حوالي عشر سنوات يسرى قريشي تتصف بالضبط السليم والفكرة السليمة وإتقان العمل والجهد المتواصل وهي متوازعة ومؤتمنة تغتنم أوقاتها لتعود إليها بالنف وهي نشيطة ويقظة في جميع الفعاليات الدراسية ومن إنجازاتها العلمية أنها حصلت جوائز التفوق والنجاح في مختلف المجالات الدراسية يسرى قريشي ترغب في قراءة القدب الإسلامية والقصص الدينية وهي تتمنى أن تكون معلمة وداعية في المستقبل ولها نموذج مثالي في حياة أساتذتها ومعلماتها ورسالتها إلى جميع الناس أنه يجب على كل مسلم أن يعمل بالجد والإتقان لما فيه نفع المسلم والإسلام، وأن يدعو كل مسلم إلى دين الله الحنيف. الأخت يسرى قريشي على المنصة. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم. كلمات حول موضوع مسؤولية المرأة وحقوقها، إخواني وأخواتي بالله، المرأة نصف المجتمع أو أكثر من النصف، والمرأة هي الأم والخالة والزوجة والبنت والأخت والقريبة، وهي المربية والمعلمة والحاضنة والداعية. وهي مخرجة الرجال، ومربية الأبطال والأجيال، ومعلمة النساء، وهي منشئة القادة، والعلماء والدعاة، عباد الله، لقد بين القرآن الكريم مكانة المرأة، فأنزل الله تعالى سورة النساء، وفي القرآن الكريم سورة باسم مريم الصديقة، قال سبحانه وتعالى، واذكر في الكتاب مريم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، فتمثل لها بشرا صبيا سورة مريم رقم السورة 19 والآية 16 و17، وفي سورة المجادلة، وثق القرآن الكريم قصة امرأة رفعت مظلمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها كما قال تعالى قد سمي الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة المجادلة رقم السورة ثمانية وخمسون والآية واحد وتأكيدا لرقي المرأة ومكانتها لم يفرق القرآن الكريم بينها وبين الرجل في تحصيل الثواب قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أظلم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض سورة آل عمران رقم السورة ثلاثة والآية خمسة وتسعون ومئة والمرأة شريك للرجل في تحصيل حقوقها بما قدر الله وقسم قال سبحانه: "للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن". سورة النساء رقم السورة أربعة، والآية اثنان وثلاثون، ومن هذه الحقوق مشاركتها للرجال في البناء الحضاري والإعمار، قال صلى الله عليه وسلم: "إن النساء شقائق الرجال". رواه الترمذي رقم الحديث ثلاثة عشر ومية. أيها المستمعون الكرام ولضمان النشأة الصالحة المجتمع فقد كفل الإسلام للمرأة الحق في التعلم ففتح لها أبواب العلم فكان صلى الله عليه وسلم يفرد للنساء يوما يذكرهن فيه فأنا بسعيد سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا الرجال فجعلنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لا حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين رواه البخاري رقم الحديث مئة وواحد فاجتمعن فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، فأسهم هذا التوجيه النبوي عبر التاريخ في وجود نابغات من النساء، المحدثات والفقيهات والعالمات في سائر علوم الدين، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، رواه مسلم رقم الحديث اثنان وثلاثون وثلاثمائة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام المرأة وتقدير جميلها باحترامها أما مربية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك رواه مسلم رقم الحديث ثمانية وأربعون بخمسمائة بعد ألفين وقد أمر الله عز وجل حسن معاشرة الزوجة قال تعالى وعاشرهن بالمعروف سورة النساء رقم السورة اثنان والآية تسعة عشر إخواني وأخواتي في الله إن الوفاء بحقوق المرأة نهج شرعي حضاري يتكامل بأداء الواجبات الملقاة على عاتقها ومن أنبل واجباتها القيام برسالتها التربوية في البناء الأسرة واستقرارها فالمرأة هي الأم التي ترى أبناءها بالتربية الهادفة والمتابعة الهانية فلا تقبل عنهم والمرأة هي الزوجة والسكن الذي يركن إليه الرجل ليستمد من الطمأنينة والاستقرار قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم رقم سورة ثلاثون والآية واحد وعشرون ومن رعايتها لبيت الزوجية الإحسان إلى زوجها وأهلي وحفظ ماله والحرص على اسمه وسماته وعملي والمرأة سكن لزوجها والرجل راع لامرأته ولكل منهما حقوق وواجبات وقد اهتم الإسلام بها اهتماما بالغا فأولاها حسن الرعاية وكامل العناية وبوأها مكانة مرموقة في الحياة لتؤدي دورا فعالا في بناء المجتمع وإعداد الجيل الإنساني وتربيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري رقم الحديث مائتين وخمسة وعلاف. قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع أن يكونوا محسنين بالمرأة فقال صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري رقم الحديث ستة وثمانون ومئة بعد خمسة آلاف والمرأة هي البنت التي تكون فخرا لأهلها وذخرا لوطنها ورفعة لمجتمعها بالمحافظة على دينها وأخلاقها وقيمها فيكسوها الوقار فتكون كمريم البطول في تهرها وخديجة في وفائها وفاطمة الزهرة في برها وعائشة الصديقة في علمها رضي الله عنهن جميعا أيها المسلمون الكرام إن المرأة المسلمة اتخذت في الأزمنة المتأخرة مطية لكل ناعك وناعقة من أهل الكفر والنفاق وبابا ليلجوا منه إلى هدم كيان هذا الدين فهم يعلمون أن المرأة إذا خرجت من بيتها وتركت أطفالها لمربية أو قادمة وولجت ميادين الرجال وخالتتهم ولبست بدلهم وأسفرت عن وجهها وبعض جسدها وتلوثت بدخان المصانع أو زينت ظاهرها للذبائن أو المراجعين لتلك الدوائر المؤسسية فزاحمت الرجل في ميدان عمله وأهملت ميدان الحقيقي فتحصل دمار الأسرة وفسدت المجتمعات المسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد بدر الدجان ندوي أبنا رادكشن بيش تي بي Marriage or divorce, What's Islamic ruling? solution or problem, heaven or hell. Uh, there is a misconception. You choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

في هذا الزمن من تساهل المرأة سلوكيا سواء كان في حجابها أو عملها أو مخالطتها بالرجال أو الخلوة بهم أو التحدث معهم بكل انطلاق أو التساهل في أمر زينتها ولباسها وخروجها عن حدود الشرع وكذا في عملها في منزلها وكثرة خروجها منه وتأثرها بالموضات والصيحات الوافدة من الشرق أو الغرب أقول ما يرى من هذا التساهل يدعو للحرص والمتابعة والقيام بالواجب تجاه المرأة المسلمة قبل أن تقع كما وقعت أختها في بلدان كثيرة ومجتمعات مسلمة فأصبحت لا تفرق بينها وبين المرأة الكافرة وقد تشرذم كثير من النساء فيه مجتمعات المسلمين بحسب قوة التيار في مجتمعها الذي تعيش فيه فتشبعت النساء نتيجة تزاحم هذه الأصوات فأصبحت المرأة المسلمة على مفترق الطرق كل ينادي بمصلحتها ويطالب بحقوقها ويبكي ويتباكى عليها فالتبس على كثير من من الحق بالباطل وكسر التذبذب فهناك المتأثرة بالصيحات الكافرة والفاسقة فاجترفها تيار الفساد ومنخدعة بما سترت أقلام هذه الفئة فتعدت حدود الشرع فقلعت حجابها واختلطت بالرجال واقتحمت ميادين الفن والتمثيل والغناء والرقص وهناك المرأة الواعية الفاهمة التي وعت تعليم ربها وعملت بها إيمانا وقناعة فحملت هذا الدين بقوة وتمسكت به ورفضت الفاسد من الوافد ودعت إلى دين ربها بكل شموخ وإعزاز وحافظت على شخصيتها وحجابها وعفافها قائمة بوظيفتها الحقيقية في هذه الحياة مربية لأطفالها منفذة حقوق زوجها كل هذا يدعونا لجلاء الضعف الذي ران على هذا العصر في قضية المرأة المسلمة ليتضح الطريقة وتبدو معالمه بينا لكل من يريد أو تريد أن يبصر الحقيقة وأن يصل إلى النجاح أيها الإخوة والأخوات يقع على المرأة دور كبير في التأثير على الرجل فإن كانت أما فلها سمة الأمر والنهي وعليه طاعتها وتنفيذ أوامرها بالمعروف وإن كانت زوجة فلا حسوه وترغيبه في الطاعة وتحذيره من المعاصي ولا ينكر دور المرأة مع زوجها إلا جاهل مكابر وهكذا هي أخت وبنت وقريبة ولهذا يجب على أن تعي هذا الدور العظيم لتقوم به خير قيام ما المرأة المسلمة مسؤولية تشارك فيها الرجل في أمانة وحمل وتكليف يجب على المرأة أن تعي هذه المسؤولية تعيها باستشارها وتعيها بفهمها ومعرفتها وتعيها بالقيام والعمل بها وتعيها بنشرها وتوضيحها لأخريات وأخيرا ند الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله أحسن الجزاء وثبتك على صراط مستقيم وحفظك من كل شر آمين أيها السادة والسيدات الدعاء له أهمية بالغة في حياة المسلم فيجب على المسلم أن يكثر من الدعاء في الشدة والرخاء ولا يعجز عن ذلك فإن الله يبسط يد آناء الليل وآناء النهار ليجوب دعوة المسترين حيث قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإني أريد أن أنادي أمامكم الأخ عبد الرقيب شيخ الطالب في السف الثالث الابتدائي وعادل حمداني الطالب في الصف الرابع الابتدائي فليتفضل على المنصة ويقدم بعض الأدية المعسورة مع ترجمتها باللغة الأردية أمامنا الآن على المنصة عادل همداني وعبد الرقيب شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم نحن نقدم أمامكم بعد الأدعية المعصورة مع الترجمة بالأردوية دعاء ودار الهلال الله أكبر اللهم عل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله شان देखने की दुआ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے تم محبت کرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے دعا التعذیہ عظم اللہ اجرکا واحسن عدائتا وغفر المیتک ان للاہ ما اخدا ولہو ما اعطا وکل شئی عندہ بی اجل مسمع فلتصبر والتحتسب تعذیت کی دعا اللہ تعالی تمہیں عظیم عجر دے اور تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہارے میت کو بخشے اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور اس کے پاس ہر چیز مقرر وقت کے ساتھ ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو دعا و زیارت المقبرہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ قبروں کی زیارت کی دعا اے اس گھر والے مؤمنوں اور مسلموں تم پر سلامتی ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں دعا والاستسقہ اللہم اسقنا غیسا مغیسا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل بارش کے لئے دعا اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما جو مدد کرنے والی خوشگوار سر کرنے والی فائدہ پہنچانے والی نقصان نہ دینے والی جلدی جو دیر والی نہ مشکل کام کی آسانی کی دعا اے اللہ جس کو تو آسان کر دے وہی چیز آسان ہے تو جب چاہے غم کو آسان کر دیتا ہے دعا و قضاء الدین اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و بفضلک عن سواک قرض کی ادائیگی کی دعا اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنا علاوہ سب سے بے نیاز کر دے دعا سلاد الاستقارہ اللہم انی استقیر کا بعلمک واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عادله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي امری ہی وصرفنی به دعا استخارہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں کیوں کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تو غیبوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش میرے کام کے انجام میں ابھی یا مستقبل میں بہتر ہے تو اسے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت فرما اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش میرے کام کے انجام میں ابھی یا مستقبل میں برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور میری قسمت میں بھلائی کر جہاں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر رازی کر دے دشمن اور حکومت والے سے ملنے کی وقت کی دعا اے اللہ میں تجھی کو ان کے مقابلے میں کرتا ہوں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں دعا النوم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يهضرون نين میں بے گھبرات وحشت وغیرہ کی دعا میں اللہ کی مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے گھسے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے چوکوں سے اور اس بات سے تو وہ میرے پاس حاضر ہو دعاء لردك يجي الشيطان أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع ودرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار من شر كل طارق إلا طارق يدرغ بخير يا رحمن شیطان کے مکر و فریب کو ناکام کرنے کی دعا میں اللہ کے مکمل کلیمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن کی کوئی نیک شخص خلاف ورزی کر سکتا ہے نہ کوئی فاجر اس کی پیدا کی گئے مخلوق کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور زمین میں پھیلایا اور میں اس شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور جو شر زمین میں پھیلا ہوا ہے اور جو شر زمین سے نکلتا ہے اور دن رات کی فتنوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور ہر رات میں آنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں ہم اگر وہ آنے والا جو خیر کا پیغام لے کر آئے آئے ہمارے مہربان اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا واعطاکما فضل والتقہ آمین সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল ওর আন শিরোনামে রুলুমুল কোরআন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রামে চোখ রাখুন একমাত্র বিএসটিভি বাংলায়। ইকরা ও খায়া করাতিল কোরআন ইসবাহ বিসওতিকা ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি? জানতে বলে দেখুন উলমুল কুরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ড জকিরের আন্তরিক বার্তা ইসলামিক